كرفاش عبد الرزاق كانت زاو المهنه ديال هادشي ديال الصفقات العموميه لي باركين هادشي ديال الرمله جميع فين ما كانت شي سمساره كنمشيو لها كنمشيو لها. بغينا نعرفوا شنو اللي وقع هنا في المدير. هادشي اللي وقع ثلاث سنين هادي في هذا المدير هذا ما 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 ما, ما. كاينه الزبونيه وكاينه رشوه وكاينه روينه كحله وكاينين الرخاص كيتزادوا فيهم بنود وعدوا ناس ديالو اللي كيبغي يعطيه يعطيه اللي ما كيبغيش يعطيه ما يعطيش. وانا واحد النداء بغيت نوصل بعدا لهاد الناس المسؤولين ماشي المسؤولين السلطه ولا الامن هاد الناس المسؤولين في الوزارات بحال الجماعه بحال وزاره التجهيز احنا دابا كنهضروا في هذا علاش مثلا هاد البحر اللي كتنوض عليه كل سنه سوشاره علاش ما يتقننش هذا اللي كيقول لك نقطع وندير ونفعل وهاد البقعه هذيك العام داير فيها 500 هاد البقعه داير فيها 1000 هادي كل عام كاين مشاكل كل عام حيت هو كيستغل داكشي اللي بغى هو انا من هاد النداء علاش هاد الناس ملي كيدخلوا لهاد المدينه علاش كيخليوها مخروبه علاش هاد القطاع ما يتقننش ونكونوا بحالنا بحال جميع المدن نعطيك مثلا مثال تمشي المهديه تمشي لطنجه علاش هاد لي هاد 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 المرافق ديال التجهيز اللي كيتكراو فيها الباراسول علاش ما تقننش علاش ما تكونش تكرى للسنه علاش تكري وتشوف الناس اللي مختصه في هذاك ميدان ويتقنن وتكري ليهم وتفرض عليهم شروط يديروا باراسولات العام ماشي باراسولات هادو يديروا دوك باراسولات ديال النخل ويكون داك الشيء تاع الزبون والناس ولات كتهرب من هذه المدينه سياح جاليه مواطنين من المغرب كيجي مثلا واحد من مراكش كيبغي يتبحر هنا كيجيب ولادو النهار الاول كيخرج كيقول لك الله ينعل المدينه لا طواليطات لا حتى حاجه ما مقننه في هذه المدينه هذا هو المشكل علاش كنجريو وسيدنا خدام في دول عظمى جايب لنا قيمتنا في هذه البلاد ما كيريحش ولادو ما كيشوفهمش وهاد الناس هادو دير بجيبك ضرب 3 مليون ضرب 4 ضرب 5 زيد خلي السوسارة لا تقنين والناس دوار راه وصلت لشي حاجة هذا هو واش مشكل باقي ديال الباراسولات في هذه المدينة راه هذا ماشي معقول هاد الناس المسؤولة اللي في هذه الإدارات راه ماشي معقول راه كمواطن مغربي والدستور كيمنحني هذا الشيء باش ندافع في أي حاجة فيها تخريب وفيها اختلاس وفيها كل شيء هاد الناس هادو ديال الإدارة مختلسين نعطيك واحد النقطة المدير ديك السنة وكنتحمل مسؤوليتها مدير ديك الساعه ديك السنه شديناه بواحد الكرونديلي زايد بون برخصه ديال لي باركين اللي كراو هما ملي دوينا معاه وقلنا ليه اش هاد الخلل واش هاد الشيء اللي كدير قال لك اسيدي الموظف اللي داير بغيتوني نعيط دابا على الوكيل نعيط عليه يجي يديه عيط عليه انت ماشي سوقنا حنا عيط عليه حنا شنا لك الخلل وما وراء الستار بدا كيعرض عندنا في هيبات كيقول لك لا بغيتي كيوسكا ولا بغيتي هادي غير ده حنا الرساله وصلنا للعامل داك العام وصلنا كل شيء هاد العام كنجيو نبغيو نشاركوا في مدينتنا كنلقاو خلال كنلقاو داير مع ربيع بن يزدان اللي مشوه ها هو دابا الصباح جايب 4 الفيدوره معاه وهو اللي خلق هاد السوشاره جايب 7 الدواسه هذا عطي 4 هذا عطي 3 واش هذاك الجماعه والناس المسؤوله من العمل تحرم من السمساره راها في الروبورتاج محروم ربيع بن يزة وربيع بن يزة جاب كوكبة ومتافق مع المدير داك العام حين تشاد 3 سنين هو كيضرب الرملة وكنتحمل مسؤوليته كيضربها كراتوي كاينين الناس من المدير الاخر كيشد ملي شبع وشد المدير في الحكمة هو والاخر راه كيدير مع المدير داكشي اللي بغاه هو وهادشي كله بالتليفونات وراه الناس صحابنا راه عندهم بروف بانهم شادين فلان وفلان وفلان كيهضر وجاب دي المدير في نفس الحوار جا وقت السمسارة ربيع جمع هاد الناس هادو استغل العقول ديالهم وقال لهم باش ما ندفعش كل واحد يعطيني في بلاصتو اللي بداو كيحسبوا هاد الناس هادو لقاو غيدي واحد 14 ولا 15 مليون غيدي السمسارة فيهم باش خليهم يدفعوا باش هذيك الفلوس واكل منا الاخر واكل منا الاخر وهذا نداء كنوصلو الله يكون في العون ديال السلطه عيات الامن عيا هاد الناس ديال الادارات ديال اللي ما كيتدخل فيهم تاع راه خاربينه في هذه المدينه وكنطلبوا من الناس المسؤوله تبحث ثاني في هذا الشيء وانا موجود يبحثوا في 4 سنين وخمس سنين ويمشيوا للتريزوري ويشوفوا هاد الفلوس اللي كانت ديال التجهيز كتدخل واش كتدخل صندوق الدوله ولا لا ما كانتش كتدخل مازال دابا راه قوى عليهم الحصار وبنادم عاق وبنادم دار عاد دابا ولا شويه اما سنين اخرى ما كانش هاد الشيء
كانت على باك عندك سكر عطيتيني سدد البقعه والناس جاهله ما عارفه والو. الناس بدات كتعيق بدات كتفهم ها هما وصلوا للحل. We'll be right back.